غمض عينيك واسمع وبس، حكايات ومسلسلات كلها جديدة عندنا احنا وبس، هنسمعها على قناة فونتانا سينما. فونتانا سينما على هوانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعي ومستمعي قناة فونتانا سينما. في الأول أنا حابب أشكركم جدا، لأن بعض الناس ابتدت تتفاعل في التعليقات مع الأعداد ملف المستقبل من بدايتها، وعايز أقول لكم يعني أن دي حاجة بتحمسنا أن احنا نقدم المزيد والمزيد من الأعداد. بشكركم جدا، ويا رب دايما تفضلوا متفاعلين في الكومنتات والتعليقات على كل عدد. ويلا بينا نبدأ قصة النهاردة مع العدد رقم 44 من سلسلة روايات ملف المستقبل بعنوان الخارقون. تقافزت الصغيرة نشوى في مرح وأخذت تتطلع إلى المارة والسيارات في فضول طفولي وانبهار واضح، ثم تعود لتتعلق بكف أمها ولا تلبس أن تفلت، ثم عادت إلى القفز الطفولي مما جعل أمها سلوى تطلق ضحكتها في حنان وتلتفت إلى زوجها الرائد نور وتقول: انظر إلى نشوى يا نور، إنها تشعر بسعادة جمة لأننا نتنزه على أقدامنا هذه المرة. ابتسم النور وهو يقول: صدقيني يا عزيزتي، أنا أيضا أشعر بسعادة مماثلة، فالتطور التكنولوجي يؤدي إلى التكاسل والخمول، فكل شيء في القرن 21 تقوم به الآلات، والإنسان لا يبذل إلا أقل جهد ممكن. وثقي أنني كنت أنسى النزهات المترجلة من شدة انهماكي في العمل. ضحكت سلوى وهي تقول لنور: يبدو أنك على حق يا نور، إننا نسير منذ نصف ساعة فقط، وها أنا ذا أشعر بالتعب والإرهاق. توقف نور وربت على كتفها في تعاطف وهو يقول: حسنا يا عزيزتي، هناك مطعم أنيق على الجانب الآخر من الطريق، وسأدعوك أنت ونشوى إلى شراب منعش قبل أن نواصل نزهتنا. صفقت نشوى بكفيها الصغيرتين في جدل وأسرعت تحاول عبور الطريق، ولكن نور جذبها إليه وهو يقول في مرح: ليس ذلك ممكنا يا صغيرتي، فهناك حاجز كهرومغناطيسي خفي يمنع مرور المارة عبر الطريق إلا حينما يخلو من السيارات الصاروخية. ومع ظهور الضوء الأحمر ترك نور طفلته وابتسم وهو يقول: الآن يمكننا العبور في أمان. انطلقت نشوى تعدو عبر الطريق في محاولة مرحة للوصول إلى الجانب الآخر قبل والديها، وضحكت سلوى وهي تقول: ابنتك تشبهك يا نور، إنها عنيدة محبة للتفوق والسرعة. ابتسم نور وهو يقول: من شابه أباه فما ظلم. وفجأة اتسعت عينا سلوى في رعب وارتفعت سبابتها تشير إلى نشوى في جزع هائل دون أن تنجح في إطلاق تلك الصرخة المختنقة في حلقها. وأدار نور عينيه محاولا البحث عما أثار رعبها وتراجع في لوعة وهو يهتف: يا إلهي نشوى! فقد كانت هناك سيارة صاروخية تجاوزت إشارة الإيقاف الحمراء وتنطلق نحو الصغيرة نشوى ابنة نور وسلوى. على الرغم من أن السيارة لم تكن تنطلق بكامل سرعتها نظرا لسيرها داخل المدينة، إلا أن سرعتها في هذه اللحظة كانت تبلغ 100 كيلومتر في الساعة على الأقل. ولو أننا علمنا أن سرعة الإنسان العادي تبلغ في السير 6 كيلومترات في الساعة، وأن هذه السرعة يمكنها أن تتضاعف عشرات المرات في لحظات الخطر، فإن أقصى سرعة يمكن أن ينطلق بها نور لإنقاذ ابنته لم تكن لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة. وعلى الرغم من استحالة ذلك، فالمسافة نفسها لم تكن تسمح له بالنجاح حتى لو استطاع العدو بهذه السرعة، وبات مصرع الصغيرة محتما. وانطلقت صرخة يائسة من بين شفتي سلوى، وفجأة حدث شيء أقرب إلى الحلم والخيال.
لقد اندفع رجل فجأة من الجانب الآخر للطريق، اندفع بسرعة مذهلة، بدا للجميع أنها تتجاوز سرعة السيارة أو تزيد عنها قليلا، حتى أنه وصل إلى الصغيرة المذعورة في زمن يصعب تقديره إلا باستخدام أدوات القياس الحديثة، والتقطع بذراعيه ثم استدار يواجه السيارة التي كان قائدها يصرخ مذعورا بعد أن فقد السيطرة على كوابحها. ورأى نور وسلوى ورواد الشارع كله أكثر مشاهد حياتهم ذهولا. لقد خيل إليهم لجزء من الثانية أن السيارة سترتطم بالرجل وتمزقه مع الصغيرة التي يحملها بين ذراعيه، ولكن الرجل مد ذراعه عن آخرها وحمل مقدمة السيارة إلى أعلى في اللحظة الأخيرة، بل حمل السيارة كلها كما يحمل الطفلة بنفس البساطة، وعاد يضعها أرضا بعد أن توقفت عجلتها عن الدوران. واندفعت سلوى كالصاروخ واختطفت ابنتها المذعورة من بين ذراعي الرجل في لهفة، واحتضنتها في جزع وهي تضمها إلى صدرها وتتحسسها في قلق وكأنها تطمئن إلى أنها لم تصب بسوء، ثم رفعت عينيها إلى الرجل الذي بدا شاردا مذهولا وهتفت: لقد أنقذت ابنتي، كيف أشكرك؟ حدجها الرجل بنظرة شاردة، ثم عاد يحدق في السيارة التي أوقفها في ذهول دون أن ينطق بكلمة واحدة، في حين ازدحم الشارع بالمشاهدين الذين بهرهم ما قام به الرجل. وشق نور طريقه بينهم في صعوبة حتى وصل إلى زوجته وابنته، فربت على كتف الأولى في حنان وقبل الثانية في ارتياح قبل أن يلتفت إلى الرجل ويسأله في اهتمام: ينبغي أن أشكر لك إنقاذك لابنتي يا سيدي، ولكن كيف فعلت ذلك؟ تطلع إليه الرجل في حيرة وغمغم في شرود: فعلت ماذا؟ عقد نور حجبيه وهو يقول: لقد عدوت بسرعة مذهلة وأوقفت سيارة مسرعة وحملت ابنتي بذراع واحدة، ثم حملت السيارة أيضا. وبطر نور عبارته وهو يتطلع إلى الرجل في دهشة، فقد ارتسم الفزع على وجه الرجل وبدا أكثر ذعرا ودهشة من الجميع وهو يغمغم في ذهول: أنا فعلت ذلك؟ نقلت سلوى بصرها في قلق بين وجه نور ووجه الرجل وتمتمت في توتر: نور، أنت في أجازة. ولكن نور لم يجب عبارتها، بل لم يبدو عليه أنه قد سمعها، وهو يشد على يد الرجل ويقول في اهتمام بالغ: أقدم نفسي لك يا سيدي، الرائد نور الدين محمود من المخابرات العلمية المصرية، وأعتقد أن ما فعلته سيثير انتباه المسؤولين جدا. اتسعت عين الرجل في ذعر في حين أردف نور في حزم: سيثيرهم جدا. استمع رمزي ومحمود إلى القصة من بين شفتي نور في ذهول، ثم غمغم رمزي وهو يحك رأسه في توتر: يا إلهي، لولا أنك أنت الذي رأى ذلك بعينه ما صدقتك أبدا يا نور. مط نور شفتيه وقال: لو أنك رأيته بنفسك لأصابك مثلما أصابني الذهول يا رمزي. ثم استطرت في اهتمام: ألا يوجد تفسير علمي لذلك يا دكتور رمزي؟ هز رمزي كتفيه في حيرة وقال: في حالة التوتر أو الشعور بالخطر تفرز الغدة فوق الكلوية مزيدا من مادة الأدرينالين التي تضاعف قوة الإنسان وقدراته، ولكنها لن تصل أبدا إلى القوة التي تصفها. هذا أقرب إلى شخصية سوبرمان الخيالية يا نور. غمغم نور في شرود: يبدو أنه يوجد دائما جزء من الحقيقة في أي خيال يا رمزي. وفق رمزي بإيماء من رأسه في حين قال محمود: لما لا ننتظر حتى ينتهي الدكتور حجازي من فحص الرجل يا رفاق؟ تمتمت سلوى وهي تحاول الابتسام: أكاد أموت فضولا لمعرفة ما سيتوصل إليه يا محمود، فهو يفحصه منذ ساعتين. لم تكد تتم عبارتها حتى ظهر الدكتور حجازي على عتبة الحجرة، فالتفتت إليه عيون الجميع في لهفة وسأله نور في توتر واضح: ها، ماذا وجدت يا دكتور حجازي؟ زفر الدكتور حجازي في قوة وهو يلوح بكفه قائلا: لا تتعجلني يا نور، فالذهول الذي يملأ أعماقي
لم يتلاشى بعد. تبادل أعضاء الفريق نظرة قلقة، ثم هتفت سلوى: إنك تكاد تقتلني فضولا يا دكتور حجازي. جلس الدكتور حجازي على أول مقعد وجده في طريقه، وعاد يصفر في قوة وهو يقول: لقد كنت أظن أنني بصدد فحص رجل عادي مش سوبرمان. عقد نور حاجبيه في توتر وهو يقول: ما هذا يا دكتور، كلنا نعلم أن سوبرمان شخصية وهمية. هز الدكتور حجازي رأسه نفيا في وقار وقال: كنت أظن ذلك منذ ساعتين يا نور، أما الآن فأنا موقن أنه شخصية حقيقية. هتفت سلوى وقد وصل فضولها إلى ذروته. ماذا وجدت يا دكتور حجازي؟ اعتدل الدكتور حجازي وانعقد حاجباه على نحو يوحي بأهمية الأمر وهو يقول: في بداية الفحص وجدت أمامي رجلا في حدود 40 من عمره، أنيقا وسيما، يشف مظهره عن بنيان رياضي قوي، ولكنه لا يصل إلى مقدار القوة التي وصفها نور وسلوى، ولقد كان الرجل متجاوبا متعاونا فلم يمانع في فحصي له، وقد بدا أكثر شغفا مني بمعرفة الحقيقة. تنهد الدكتور حجازي لحظة قبل أن يستطرد: وعندما بدأت الفحص اكتنف الذهول كلينا. ثم رفع عينيه إليهم وقال: هل تعلمون ماذا حدث؟ لقد حاولت الحصول على عينة من دمه، لقد انكسرت إبرة المحقن وعجزت عن اختراق جلده. اتسعت عيونهم في ذهول، وفتح نور فمه وكأنه يهم أن ينطق بعبارة ما، ولكن الدكتور حجازي أوقفه بإشارة من يده وهو يستطرد في اهتمام: إنه ليس رجلا آليا كما قد يظن بعضكم، بل هو بشري مثلنا من لحم ودم، ولكن جسده يشبه الصلب أو الفولاذ، فعدد نبضات قلبه يبلغ 700 دقة في الدقيقة الواحدة، أي ما يساوي 8 أضعاف متوسط نبض الشخص العادي، ولم يمكنني ثقب خلاياه إلا باستخدام مثقاب آلي له رأس من الصلب، ولقد نجح في اختراق لوح الصلب يبلغ سمكه سنتيمترا واحدا بقبضته، والعدو بسرعة 100 كيلو متر في الساعة، والقفز إلى ارتفاع 10 أمتار، وسماع زبزبة يبلغ ترددها ربع الزبزبة التي يمكن لإحدى الآذان البشرية سماعها. وتنهد مرة أخرى وهو يردف: إنه باختصار سوبرمان حقيقي. ساد صمت مشوب بالذهول لحظة، ثم هتف نور في حيرة: ولكن كيف؟ كيف؟ مط الدكتور حجازي شفتيه وقال في هدوء: يمكنك أن توجه هذا السؤال إليه يا نور، فهو أكثر منا ذهولا لوجود تلك القدرة في أعماقه. اسمي طارق حسنين. بدأ الرجل الخارق حديثه بهذا القول، ثم تطلع إلى نور في حيرة انتظارا لسؤاله التالي، فسأله نور في اهتمام: كيف اكتسبت هذه القوة الخارقة يا سيد طارق؟ قلب طارق كفيه في حيرة، وانتقلت هذه الحيرة إلى ملامحه وصوته وهو يقول: لست أدري أيها الرائد، صدقني لست أدري، إنني مهندس معماري أعيش حياة عادية، لم أتزوج بعد، وآخر ما أذكره هو أنني كنت أعمل على جهاز الكمبيوتر الخاص بالتصميمات المعمارية حينما وجدت نفسي فجأة بينكم وسط الطريق، وعلمت منكم ما فعلته. عقد نور حاجبيه وهو يسأله في اهتمام: هل تعني أنك قد فقدت الذاكرة؟ مط طارق شفتيه وهز كتفيه في حيرة وهو يقول: لست أدري، هناك فجوة في ذاكرتي، ولست أدري مداها، فقد كنت أعمل أمس كعادتي في أمسيات الجمعة. وقاطعه نور في دهشة: أمس؟ ولكننا لسنا في يوم السبت يا سيد طارق، النهاردة التلات. انتفض طارق في قوة واتسعت عيناه في ذعر وهو يهتف: الثلاثاء؟ هل تعني أنني فقدت الذاكرة لأربعة أيام كاملة؟ تدخل رمزي في اهتمام: لحظة يا سيد طارق، ألا تذكر لحظة واحدة
من هذه الأيام الأربعة هتف طارق في انفعال. ولا لحظة واحدة، سأله نور في قلق. وإلى أين كنت تذهب حينما شاهدت الحادث الذي تعرضت له ابنتي؟ عقد طارق حاجبيه في تركيز وغمغم في بطء. لست أدري، ربما كنت ذاهبا إلى عملي أو... اتسعت عيناه فجأة وتحول صوته إلى نبرات خشنة عميقة وهو يقول: التاسعة والنصف مساء، مهما كانت الظروف، مهما كانت العقبات. ثم نهض من مقعده بحركة حادة وجمد بصره في نقطة مجهولة وهو يردد في آلية: مهما كانت العقبات، مهما كانت العقبات. غمغمت سلوى في خوف: ماذا أصابه؟ واقترب منه محمود وهو يقول في هدوء: اهدى سيد طارق، لا توجد أي عقبات. استدار إليه طارق في سرعة ثم انقض عليه بغتة وحمله إلى أعلى، فهتف نور في ذعر: كلا يا طارق كلا. واتسعت عينا محمود في رعب ثم شهق في ألم حينما قذف به طارق إلى الحائط فارتطم في قوة، ثم سقط فقد الوعي. وأدار طارق عينيه إلى باقي أفراد الفريق وهو يردد في شراسة عجيبة: مهما كانت العقبات. تراجعت سلوى في رعب وغمغم رمزي في ذهول: رباه وكأنه شخص آلي مبرمج. وعقد نور حاجبيه وهو ينتزع مسدسه الليزري ويقول في صرامة: قف يا سيد طارق، إنك لن تغادر هذه الحجرة إلا على جثتي. انبعث بريق وحشي مخيف من عيني طارق وأطلق من بين أسنانه زمجرة مخيفة، ثم انقض على نور وهو يصرخ في جنون: مهما كانت العقبات، مهما كانت العقبات. وأطلق نور أشعة مسدسه الليزري ثم تراجع في ذعر حينما ارتطمت الأشعة القاتلة بصدر طارق، ثم ارتدت في قوة في حين واصل هو انقضاضه وأمسك نور بذراعيه ورفعه عاليا وهو يصرخ: لن يعوقني شيئا عن اللقاء، فاهم؟ وأطلقت سلوى صرخة مدوية، فقد كان زوجها بين ذراعي رجل خارق، بين ذراعي سوبرمان حقيقي مجنون. كانت قبضة طارق كالفولاذ حول ذراعي نور، وشعر نور بأصابعه تنغرز في ذراعه وتغوص في لحمه، وشعر بدماءه الساخنة تسيل على ذراعيه قبل أن يدفعه طارق في قوة نحو سلوى. وارتطم نور بزوجته التي ارتطمت بدورها في الحائط، وسقط كلاهما أرضا، وعاد طارق ينقض على نور في وحشية ورفع قبضته الفولاذية استعدادا لتحطيم صدر نور، حينما ارتفع صوت رمزي آبرا في صرامة: لا قتل، لقد انتهت العقبات، لا قتل. تسمرت قبضة طارق في الهواء واختفت الشراسة والوحشية من عينيه، وحل محلهما شرود عجيب وهو يحدق في المجهول، ثم اعتدل في بطء وهو يغمغم بذلك الصوت الخشن العميق: التاسعة والنصف، مهما كانت العقبات. ثم قفز نحو الحائط واخترقه بضربة ساحقة، وانطلق يعدو بسرعة خارقة عبر الفجوة التي صنعها، مخترقا الصحراء التي يطل عليها مركز الأبحاث التابع لإدارة المخابرات العلمية، حتى اختفى في الأفق. ونور ورمزي يتابعانه في ذهول، ثم التفت نور إلى زوجته وهتف في جزع: هل أنت بخير يا سلوى؟ يا إلهي سلوى! لم يتلقى جوابا، فقد كانت سلوى فاقدة الوعي، ومن طرف شفتيها سال خيط من دماء الحياة. تحرك نور في عصبية خارج حجرة الطوارئ في مستشفى المعادي العسكري، وقد انعقد حاجباه في قوة، وبدت على ملامحه أمارات التفكير العميق مما حدا برمزي، إلى أن يقول في خفوت وتعاطف: لا تقلق يا نور، سينجو محمود وسلوى بإذن الله. التفت إليه نور في بطء، وبدأ الحزن مختلطا بالغضب في عينيه وهو يقول: أرجو ذلك يا رمزي. لم يكد يتم عبارته حتى ظهر الطبيب المسؤول خارج حجرة الطوارئ وسأله نور في لهفة وقلق: كيف حالهما يا سيد الطبيب؟
ابتسم الطبيب في شحوب وهو يقول: سينجوان بإذن الله. ثم تلاشت ابتسامته مع انعقاد حاجبيه وهو يردف: ولكن ماذا حدث لهما بالله عليك؟ لقد تحطمت 5 ضلوع لصديقك، وأصيبت زوجتك بارتجاج قوي في المخ، وأنت تؤكد أنه ليس حادث سيارة ولا سقوط من مكان عالي. كيف أصابهما هذا؟ غمغم نور في سخط: إنه قتال يدوي. عقد الطبيب حاجبه في شدة وهو يقول: هذا مستحيل يا والدي، فمهما بلغت قوة من تشاجر معهما فلن يبلغ هذا الحد. أو قاطعه نور فجأة: متى يمكنهما مغادرة المستشفى يا دكتور؟ مط الطبيب شفتيه وغمغم: سيحتاج الشاب إلى 2 أسبوع على الأقل، أما زوجتك فلن تستعيد وعيها قبل 3 أيام. أغمض نور عينيه وهو يصفر في ضيق، ثم عاد يفتحهما وهو يلتفت إلى رمزي مغمغما في مزيج من الحزن والحزم: هذا يعني أن نصف الفريق قد سقط يا رمزي، وأنه سيكون علينا أنا وأنت فقط أن نكمل عملية البحث عن السوبرمان. خيم الصمت تماما على حجرة نور الذي جلس إلى جوار نافذة الحجرة يرتكن بذقنه على قبضته المضمومة ويتطلع عبر النافذة في شرود، في حين جلس رمزي على بعد أمتار قليلة منه صامتا يتطلع إليه في إشفاق وقلق، حتى مضى وقت طويل وقال رمزي: دع القلق يا نور، ستنجو سلوى بإذن الله. أدار نور عينيه إليه في هدوء ثم قال: لقد طمأنني الطبيب على نجاتها يا رمزي، وأنا أثق به، وليس هذا ما يشغلني. لما كل هذا القلق إذن يا نور؟ هل نسيت السبب في إصابتهما يا رمزي؟ هل نسيت ذلك الرجل الخارق الذي اقتحم حياتنا فجأة واختفى فجأة، تاركا أمامنا أكبر لغز واجهناه منذ فترة طويلة؟ أعتقد يا نور أنه كان ينفذ مهمة ما. ماذا تعني يا رمزي؟ هذا الرجل واقع تحت تأثير سيطرة ما يا نور، ربما نوع من التنويم المغناطيسي أو ما يشبهه، ولقد أمره الشخص أو الشيء الذي سيطر عليه بالذهاب إلى مكان ما أو أداء مهمة ما في تمام 9:30 على ألا تعوقه أي عقبات مهما كان الثمن. هذا صحيح يا رمزي، فالمهندس طارق كان يعمل أمام جهاز الكمبيوتر الخاص به حتى وقت متأخر من مساء الجمعة، ثم فجأة وجد نفسه ظهر الثلاثاء، وفي هذه الفترة من مساء الجمعة إلى ظهر الثلاثاء حدث له شيء مجهول جعله يصر على تأدية مهمة غامضة مهما كان الثمن. وحينما سألته أنا عن المكان الذي كان يتوجه إليه انطلقت ثورة من أعماقه وسيطر عليه ذلك الشيء المجهول الذي منحه هذه القوة الخارقة ودفعه دفعا إلى مقاتلتنا والفرار من مكان ما. ولكن لماذا وكيف وأين؟ هذا هو ما ينبغي أن نبحث عنه يا رمزي. وكيف نبحث عنه يا نور؟ إننا لا نعرف عن طارق حسين هذا إلا أنه مهندس معماري، هل يكفينا ذلك؟ يكفينا تماما يا رمزي، ولا تنسى أننا نبحث عن رجل يختلف عن باقي البشر، رجل خارق. تابع نور ورمزي في اهتمام بالغ تلك الأسماء التي ترصت بسرعة على شاشة الكمبيوتر، ثم أشار نور إلى الشاشة قائلا: نقابة المهندسين في مصر تضم 7 أشخاص يحملون اسم طارق حسين، منهم 2 مهندس ميكانيكي ومهندس كهربائي، و2 مهندسان نوويان، و1 مهندس مدني، والأخير هو ضالتنا المنشودة طارق حسين المهندس المعماري، وهو يعمل في شركة المقاولات المصرية، وسيكون من السهل العثور عليه يا نور. هيا بنا يا رمزي، سوف نبدأ رحلة البحث. بتسألني عن المهندس طارق؟ بل أنا الذي يريد معرفة أين هو. هتف مدير شركة المقاولات المصرية بهذه العبارة في حنق، ثم استطرد في سخط: إنه إنسان غير مسؤول، لقد ترك تصميمات أحد المشاريع الجديدة
في الوقت الذي كنا نحتاج إليه لإتمام العمل بسرعة دون أن يترك عنوانا أو يقدم حتى اعتذار. سأله نور في اهتمام، ألم تحاولوا البحث عنه منذ يوم السبت الماضي؟ السبت، ولكن المهندس طارق لم يختفي إلا اليوم فقط. اليوم؟ هل تعني أنه كان يعمل هنا أيام السبت والحد والاثنين؟ بالطبع، لو أنه اختفى طوال تلك المدة لفصلته على الفور. وهل كان طبيعيا؟ أعني ألم تلمح أي تغيير في شخصيته؟ لا، لقد كان طبيعيا للغاية. طيب ممكن تقولي أين يسكن المهندس طارق؟ لماذا؟ هل تنوي البحث عنه هناك؟ لا لا لا، ولكنني سأبحث هناك عن طرف خيط قد يقودنا إلى حل غموض لغز عجيب متشابك. نور، إن هذا يجعلنا أشبه بلصين عريقين في عالم الإجرام. ألم يكن من الأقدر أن نحصل على تصريح بتفتيش المنزل بدلا من التسلل إليها على هذا النحو؟ لو أننا كنا لصين محترفين يا رمزي ما بذلنا كل هذا الجهد للتسلل إلى المنزل. ثم إنني لا أحب أن أبدو أحمق حينما أطالب بتصريح لتفتيش منزل لأنه رجل يشبه السوبرمان في قوته الجسدية. ولكنه ارتكب جريمة بالفعل يا نور، فقد حطم دلوع محمود وأصاب سلوى بارتجاج في المخ. لقد أنقذ ابنتي أيضا يا رمزي. ثم إننا نتفق على أنه فعل ما فعله بمحمود وسلوى وهو في غير وعيه، ولست أحب أن أشوه سمعة الرجل الذي أنقذ حياة ابنتي دون دليل كاف على أنه مسؤول عن أفعاله. ولكن يا نور، انظر هناك يا رمزي، ها هو ذا الكمبيوتر الذي يعمل عليه المهندس، آخر شاهد رآه في وعيه قبل أن يسيطر عليه ذلك الشيء المجهول. ثم أسرع إلى جهاز الكمبيوتر وضغط زر تشغيله وأخذ يراقب ما ظهر على شاشته في اهتمام بالغ، حتى أنه لم يشعر باقتراب رمزي ومشاركته إياه المراقبة حتى سمعه يقول: من الواضح أنه كان يضع تصميما معماريا جديدا. وبطر عبارته فجأة وانعقد حاجباه في شدة وهو يغمغم في دهشة: ماذا تعني هذه المعادلات في نهاية البرنامج يا نور؟ تطلع نور في اهتمام إلى المعادلات التي إشار إليها رمزي وقرأ على الشاشة: زائد س ت على زائد د ب. غمغم بدوره: رباه، ماذا يعني هذا؟ قال رمزي وكأنه يحاول فهم المعادلة العجيبة: أهي إحدى المعادلات المستخدمة في هندسة المعمار؟ لست أدري يا رمزي، فهذا يحتاج إلى رأي مهندس معماري، ولكن الواضح أن الرموز المستخدمة في هذه المعادلة الأخيرة لم ترد في البرنامج كله من قبل، وهي آخر إضافة طارق إلى برنامجه. ساد الصمت بينهما لحظات، ثم أشار نور إلى المعادلات الواضحة على شاشة الكمبيوتر وقال في هدوء: لو أردت رأي يا رمزي، فأنا ممكن أن حل هذا اللغز كله يكمن في هذه المعادلة الأخيرة. فبعدها تحول طارق إلى رجل خارق تلقى الأمر بمهمة واحدة، والله سبحانه وتعالى وحده يعلم ما يمكن أن تعنيه هذه المهمة لمصر أو للعالم أجمع. قرأ مدير شركة المقاولات المصرية المعادلة الغامضة لثالث مرة، ثم هز رأسه في حيرة وقال: لا لا تعني شيئا أيها الرائد، وهي لا تنتمي إلى علم هندسة المعمار بأي حال من الأحوال. ثم إنها... بطر الرجل عبارته وتردد لحظة، فقال نور في لهفة يستحسه على المضي: ثم إنها ماذا يا سيدي؟ هز الرجل كتفيه وغمغم: ثم إنه لا معنى لبدايتها بعلامة الجمع الموجبة، فالعلامات لا توضع في البداية إلا إذا كانت سالبة فحسب، وإلا فالرقم أو الرمز يعتبر موجبا ضمنيا. بدأ الاهتمام على وجه نور وهو يسأله:
هل تعني أن هذه المعادلة مكتوبة على نحو رياضي خاطئ؟ تردد الرجل لحظة ثم قال في لهجة من يتنصل مما يقول: يمكنك أن تقول ذلك. نهض نور وصفح الرجل وهو يقول في هدوء: شكرا، هذا كل ما نحتاج إليه. ولم يكد يغادر الشركة مع رمزي وانطلقان معا في سيارته الصاروخية حتى تنهد رمزي وقال في إرهاق واضح: من يصدق أنها السادسة والنصف مساء وأنك لم تلتقي بالرجل الذي يكبدنا البحث عنه كل هذه المشاق إلا منذ 6 ساعات فقط؟ قال نور في حنق واضح: وماذا فعلنا في هذه الساعات الست؟ رفع رمزي حجبيه في دهشة وهتف استنكار: ماذا تقول يا نور؟ لقد حدث في هذه الساعات الست ما يحتاج إلى 2 كاملين، فقد فحص الدكتور حجازي طارق واستجوبته أنت، ثم تشاجرنا معه وهرب وعثرنا على مكان عمله وفتشنا شقته. ماذا كنت تريد أن تفعل في هذا الوقت؟ تدور حول العالم؟ ليس المهم ما فعلناه يا رمزي، المهم ما توصلنا إليه. فكل ما نعلمه حتى الآن هو أن هناك موعدا ما في 9:30 وفي مكان ما، ونحن نجهل المكان. وبطل عبارته فجأة وهتف: يا إلهي، المكان! لقد توصلت إلى حل نصف اللغز يا عزيزي رمزي، لقد حققنا نصف النصر في هذه الساعات الستة. أوقف نور سيارته إلى جانب الطريق والتفت إلى رمزي الذي هتف في لهفة شديدة: ما الذي توصلت إليه يا نور؟ ما الذي وجدته؟ تذكر العبارة يا رمزي، المعادلة. ماذا بها؟ لماذا تبدأ المعادلة بعلامة موجبة ما دام هذا غير مألوف في المعادلات الرياضية؟ لأنها ليست معادلة رياضية يا صديقي، ليست معادلة أصلا على الإطلاق. ضحك نور في جدل مما جعل رمزي يحدق في وجهه بدهشة ويهتف: ما هي إذن يا نور؟ أجابه نور في انفعال: إنها أبسط مما كنت أتوقع يا رمزي، ولعل بساطتها هذه هي السبب في حيرتي طيلة الوقت. ثم انحنى نحو رمزي واستطرد في اهتمام: إنها مجرد شفرة رقمية حرفية بسيطة. ماذا تعني يا نور؟ أنا لا أفهم. هقول لك، أبسط أنواع الشفرات في العالم إنها تعطي لكل حرف من الحروف الأبجدية رقما، فحرف الألف يقابله الرقم 1، والباء يقابله الرقم 2، وهكذا. واعتمادا على هذه الشفرة البسيطة تكون المعادلة الغامضة موجب س ت على موجب 1/2 دال ب تساوي موجب 34 على 1/2 28. مط رمزي شفتيه وغمغم: أنا لا أفهم شيئا. صح نور في حماس: بسيطة، إنها إحداثيات مكانية يا صديق، تحديد لمكان اللقاء بخط طول 34 وخط عرض 28.5. أما بالنسبة للعلامتين الموجبتين فهما تعنيان أن خط الطول يقع شرق خط الزوال، وخط العرض يقع شمال خط الاستواء. ثم أسرع يلقن هذه المعلومات للكمبيوتر الصغير في واجهة سيارته الداخلية، ولم تلبث أن ارتسمت خريطة أنيقة على شاشة الكمبيوتر الصغير، وأشار إليها نور في انفعال قوي وهو يهتف: ها هو ذا المكان، مكان اللقاء المرتقب يا عزيزي رمزي، جبل موسى في شبه جزيرة سيناء. هناك سيؤدي الرجل الخارق مهمته الموعودة. ثم عاد يدير محرك سيارته الصاروخية وينطلق بها في سرعة جعلت رمزي يهتف في دهشة: إلى أين يا نور؟ هتف نور في حماس: لم تعد أمامنا إلا 2 ساعات فحسب يا صديقي، ولا بد أن أنطلق بأقصى سرعة ممكنة حتى أصل إلى جبل موسى في 9:30، ومن يدري، ربما التقينا هناك بالرجل الخارق الذي نبحث عنه. قاد نور سيارته الصاروخية بأقصى سرعة نحو الطريق الخاص الذي يمتد من قلب القاهرة إلى قلب سيناء دون أن يلبس ببنت شفا، حتى غمغم رمزي في توتر: رويدك يا نور، إنك تنطلق بسرعة خرافية.
لابد أن نصل في الموعد يا عزيزي رمزي. وما أدراك أن الموعد هو 9:30 اليوم وليس غدا. سرعة طارق في القرار. لست أجد ذلك دليلا كافيا، فمن الطبيعي لمن يفر من مكان ما أن. وفجأة بطر عبارته وصح وهو يشير أمامه في ذعر. احترس يا نور، سنصطدم بهذا الرجل. عقد نور حاجبيه في شدة وهو يحدق في الرجل الذي برز فجأة من وسط رمال سيناء ووقف في طريق السيارة رافعا ذراعيه وملوحا بهما في حدة. وضغط نور كابح سيارته في قوة وهو ينحرف بها متفاديا الرجل، واندفعت وسادة هوائية مضغوطة من أسفل السيارة وأكبرها اندفاع الهواء من عدة اتجاهات على الدوران حول نفسها، مثيرة عاصفة من الرمال قبل أن تتوقف على بعد كيلو متر من الرجل. وهتف رمزي وهو ينتظر انقشاع الرمال المتطايرة حول السيارة. يا إلهي، لقد تصورت لحظة أننا سنرتطم به. وبطر عبارته فجأة واشترك مع نور في نظرة ذهول إلى الرجل الذي ظهر ملاصقا للسيارة مع انقشاع الرمال. وغمغم نور في سرعة، كيف وصل إلينا بهذه السرعة؟ أتاه الجواب على نحو مفاجئ مخيف. فقد غرس الرجل أصابعه فجأة في جسم السيارة الصاروخية المصنوع من مادة شديدة الصلابة وغاص فيه كما لو أنه قطعة من الزبد الطازج، ثم حمل السيارة كلها بذراعيه وألقى بها بعيدا كما يلقي طفل صغير بحصى دقيق. وهتف رمزي داخلها في ذعر، يا إلهي، ها هو ذا سوبرمان آخر. ولم يكد يتم عبارته حتى ارتطمت السيارة بالأرض وتناثرت من حولها الرمال مرة أخرى. لولا حزام الأمان اللذان يثبتان نور ورمزي في مقعديهما لأصابهما ارتطام السيارة بالأرض إصابات خطيرة، ولقد كان ذهولهما يكفي لإصابتهما بأضرار بالغة لولا أن انتزع نور نفسه منه في سرعة وهتف وهو يجذب رمزي في عجلة وحسب. أسرع رمزي قبل أن يشن هذا الخارق هجومه الثاني علينا. وانتزع كل منهما حزام الأمان وقفز خارج السيارة في سرعة منطلقة يعدوان بعيدا في نفس اللحظة التي انقض فيها الرجل الخارق على السيارة وهوى عليها بقبضته في قوة فشقها نصفين، ثم رفع عينيه إلى حيث ينطلق نور ورمزي وانبعث من عينيه بريق شرس وحشي وقشر عن أنيابه في قوة وهو يغمغم، مهما كانت العقبات. وفي نفس اللحظة كان رمزي يهتف في صوت لاهس، لو أنه أرادنا فلن تكفي سرعة عدونا للفرار منه يا نور. أجاب نور في حزم، ادخر كلماتك يا رمزي فهو يسمع همسنا. ثم دفع رمزي فجأة خلف أحد الكثبان الرملية وألقى جسده وراءه وأشار له أن يحبس أنفاسه، فأشار رمزي بسبابته نحو المكان الذي يقف فيه ذلك الرجل الخارق وكأنه يقول في ذعر، وماذا لو أنه لحق بنا يا نور؟ أشار نور إلى النجوم التي تزين السماء المظلمة وإلى أذنيه وإلى الكثبان الرملية التي يختفيان خلفها وكأنه يجيب، المنطقة مظلمة وهو لن يسمعنا لو أننا لم ننطق وظللنا مختفين خلف هذه الكثبان الرملية. لم ينطق نور بهذه الكلمات وإنما كان يشير بها، وامتلأت نفس رمزي بالشك واختلس النظر من وراء الكثبان الرملية إلى الرجل فرآه يتلفت حوله في حيرة وكأنه عاجز عن العثور عليهما، وتنهد رمزي في ارتياح. كان صوت تنهده خافتا للغاية حتى أن نور سمعه في صعوبة، إلا أن الرجل الخارق أدار رأسه نحوهما في حدة كما لو أن صوت التنهيد الخافت قد قرع أذنيه في قوة، وعاد يكشر عن أنيابه في شراسة ويتقدم نحوهما. فجذب نور رمزي من ذراعه وهو يهتف، لم يعد الاختفاء يجدي شيئا يا صديق، هيا بنا. وما أن استدار
حتى تسمرا في مكانيهما ذعرا ودهشة، فقد وجد أمامهما رجلين لهما نفس النظرات القاسية الشاردة. وغمغم رمزي في يأس: لا فائدة، لن ننجح أبدا. ولكن نور قفز نحو الرجلين في بسالة، وشعر رمزي بضربة قوية على رأسه أظلمت بعدها الدنيا أمامه، وسقط فاقد الوعي وهو يتبتب: آخ نور، يا إلهي نور. حينما انقض نور على الرجلين كان يعلم مسبقا أن فرصة نجاته منهما لن تصل حتى إلى 1%، ولكنه كان يهدف إلى جذب انتباههما حتى يسمح لرمزي بالفرار. ولكن رمزي سقط فاقد الوعي قبل أن يلقم نور أول الرجلين في فكه بكل ما يملك من قوة، وشعر نور أنه يلقم لوحا من الفولاذ السميك، في حين لم يتأثر الرجل بلكمته أبدا، بل أمسك وسط نور بكفين كالصلب ورفع بطلنا عاليا في بساطة، ثم قذف به إلى رفيقه الذي التقط نور بعضلات حديدية وطوق وسطه بذراعيه، ثم ضغط ضلوعه. وخيل لنور أن فكي ونش ضخم تطبقان على صدره وتمنعان رئتيه من التمدد لاستيعاب الهواء الذي يحتاج إليه، وحاول أن يقاوم في يأس، ثم لم يلبث أن رأى المشاهد أمامه تصطبغ بلون أحمر، انتقل في سرعة إلى الأسود، ثم أخذ يلهث في قوة، وساد الظلام من حوله تماما، وبدا وكأنه يهوي في أعماق بئر لا قرار لها، وغاب نور عن الوعي. لم يدر نور كم ظل يهوي في أعماق هذه البئر المظلمة، ولكن عقله بدأ يستيقظ في بطء، وتسللت إلى مسامعه كلمات عجز عن تفسيرها للوهلة الأولى، ثم لم يلبث أن تبين فيها صوت رمزي وهو يقول في جزع: هيا نور استيقظ هيا. وشعر بكف رمزي تربت على وجنتيه في رفق، فغمغم دون أن يفتح عينيه: إنني أستيقظ يا رمزي، اطمئن. ثم أخذ يفتح جفنيه في بطء وهو يتطلع إلى الحجرة العارية الصغيرة التي يرقد على أرضيتها الباردة، وحاول أن يبتسم وهو يقول: عجبا، ألم نقض نحبنا يا رمزي؟ هز رمزي رأسه نفيا في قلق وقال: من العجيب أن هذين الرجلين السوبرمان قد اكتفيا بإفقادنا الوعي فحسب يا نور، مع أن أي منهما كان قادرا على اعتصار عنقينا بأطراف أصابعه. اعتذر نور جالسا ودعب مؤخرة عنقه بكفه وهو يقول: يبدو أن أوامرهم كانت تقتضي بإحضار المتسللين أحياء. ثم انعقد حاجباه فجأة وكأنما تذكر أمرا ما، وسأل رمزي في اهتمام: قل لي يا رمزي، كيف منعت طارق من قتلي حينما هاجمني في الإدارة؟ تطلع إليه رمزي في حيرة ثم قال: لست أدري يا نور، لقد تصورت أنه منوم مغناطيسيا، فوجهت إليه أمرا بعدم القتل، ومن العجيب أنه أطاع الأمر. سأله نور في اهتمام: لماذا؟ أليس من الطبيعة أن يطيع الأوامر ما دام واقعا تحت تأثير التنويم المغناطيسي؟ نعم يا نور، ولكنه في هذه الحالة يطيع صوت المنوم المغناطيسي فقط، وليس أي أوامر أخرى بأي صوت. رفع نور عينيه إلى أعلى ثم غمغم: هل تعني أنه لم يكن في حالة تنويم مغناطيسي بالمعنى المفهوم؟ نعم يا نور، هذا هو المصطلح الأقرب إلى الحقيقة، هو أنه كان مسلوب الإرادة. وهنا انبعث من ركن الحجرة صوت هادئ رصين يقول: هذا صحيح يا فتى، كلهم مسلوب الإرادة. التفت نور ورمزي في حركة حادة إلى مصدر الصوت، وانتبه كلاهما في هذه اللحظة فقط إلى وجود باب للحجرة في هذا الركن، وإن كان انتباههما كله قد تركز على الرجل الضئيل العجوز ذي الوجه الشاحب النحيل والشعر الأشيب المتناثر بلا تنسيق، والذي بدت ابتسامته مليئة بالثقة والخبث، وهو يعقد كفيه خلف ظهره ويقف أمامهما
مرتديا معطفا أبيض اللون وهتف به نور: من أنت؟ اتسعت ابتسامة الرجل وهو يقول: أنا إدمون غبريال، دكتور إدمون غبريال، صانع كل هؤلاء الرجال الخارقين، أنا صانع القوة. عقد نور حاجبيه في تساؤل، وقد بدا له الاسم مألوفا، في حين تراجع رمزي وهو يهتف في دهشة: يا إلهي، دكتور إدمون غبريال، كيف لم أتذكره طوال الوقت؟ هل تعرفه يا رمزي؟ أشار رمزي إلى الرجل وهو يهتف في انفعال: كان ينبغي لي أن أستنتج منذ البداية إنه المسؤول عن كل هذا، فالدكتور إدمون عالم لمع اسمه منذ 10 سنوات في منتصف التسعينيات من القرن العشرين، حينما أعلن عن نظريته في صنع الرجال سوبرمان العصر الحديث. اتسعت عين نور في دهشة وهو يقول: يا إلهي، لماذا لم تقل ذلك منذ البداية يا رمزي؟ بدا الحنق على وجه الدكتور إدمون وهو يقول: ربما لأن أحدا لم يعد يذكرني بعد 10 سنوات في الظل يا فتى. بدا التساؤل في عيني نور، فأسرع الرجل يستطرد وكأنه يرفض أن يجشم نور مشقة السؤال: كانوا كلهم أغبياء. ثم لوح بذراعيه فجأة وهو يكرر في سخط شديد: أغبياء. واستعادت ملامحه هدوءها بختة وهو يردف: لقد استمعوا إلى نظريتي عن مضاعفة القوة البشرية في استهتار، ثم سخروا منها في البداية، أتدريان لماذا؟ أجابه رمزي في لهجة جافة: نعم يا دكتور، لأنها تسلب الإنسان قدرته على اتخاذ القرارات وتحوله إلى طفل ضخم أو شبه آلة، مهمتها طاعة الأوامر فحسب. هراء، لقد أغاظهم تفوقي عليهم وحسدوا ذكائي وعبقريتي. انقلبت سحنته على نحو عجيب وهو يقبض على أصابعه مستطردا في لهجة أقرب إلى الجنون: لقد قضيت 30 عاما من عمري بحثا عن عقار القوة التي تمتص الخلايا البشرية فيزداد ترابطها وتماسكها وتصبح أكثر صلابة من الفولاذ، كما تتضاعف القوة 10 مرات ويصبح لدينا سوبرمان حقيقي ينافس ذلك الوهمي فيما عدا قدرته على الطيران. ثم قلب شفتيه في ازدراء وهو يردف: وككل عقار في الدنيا، كان العقار أعراض جانبية تافهة صورها هؤلاء الحسيدون على أنها أكثر خطورة من فائدة العقار نفسه. غمغم رمزي في حنق: ما زلت أوافقهم على رأيهم يا دكتور. تجاهل الدكتور إدمون عبارة رمزي وتابع في حدة: الخلايا المعالجة بعقاري تحتاج إلى أقل من الدماء حتى لا تظل نبتة كعادتها، والعقار يعالج ذلك برفع نبضات القلب إلى 700 دقة في الدقيقة الواحدة، ثم إن خلايا المخ تزداد صلابة بدورها، فيعجز متعاطي العقار عن التفكير على نحو منسق، وإن كانت استجابة أعصابه ترتفع إلى درجة كبيرة، وهذا المزيج يجعله مقاتلا لا يشق له غبار، ولكنه يحتاج دائما إلى قائد يوجهه. تمتم نور في سخرية: تماما كالآلة. ابتسم الرجل في برود وقال: وما هو عيب الآلات؟ إنها تطيع الأوامر دون اعتراض ودون تغيير في الخطة الأساسية، إنها أفضل الوسائل للقتال. أجابه نور في برود مماثل: هذا لو افترضنا أن قائدها لا يخطئ أبدا، وهذا مستحيل بالنسبة للبشر. تألقت عينا إدمون وهو يقول: ها أنت ذا قد قلتها يا فتى، من المستحيل بالنسبة للبشر ألا يخطئ، هذا لا ينطبق على الآلات، فهي تنفذ البرنامج الخاص بها دون خطأ واحد. عقد نور حاجبيه وهو يقول في حدة: ودون أي تعديل في البرنامج إذا ما اقتضت الظروف. لوح الدكتور إدمون بذراعيه في لا مبالاة وقال: لك لا تحتاج إلى تعديل البرنامج ما دامت قد حسبت حساب كل شيء في دقة. هتف رمزي فجأة في حنق: وفيما يحتاج المرء إلى رجال خارق القوة يا دكتور،
ومسلوب الإرادة. بركت عين الدكتور إدمون ببريق جنوني وهو يقول في شهوة عجيبة: يحتاج إليهم ليفعل مثلي أيها الشاب، ليحكم العالم. اتسعت عين رمزي في ذهول وهو يتراجع في ذعر أمام تصريح الدكتور إدمون الخطير، في حين اكتفى نور بهمهمة ساخطة قبل أن يقول في حدة: هل تحب أن تضيف اسمك إلى قائمة المجانين الذين قضوا نحبهم وهم يحلبون بالسيطرة على العالم؟ أجابه الرجل في هدوء: بل أحب أن يكون اسمي على رأس قائمة الذين نجحوا في السيطرة على العالم، ويليه أسماء من أهبهم ذلك. عقد نور حاجبيه وهو يقول في صرامة: من تظن نفسك حتى تمنع وتمنح؟ إن عقارك هذا أتفه مما تتصور. صحيح أنه يمنح متعاطيه قوة خرافية، ولكنه يسلبه نعمة العقل والتفكير، وهذا يحرمه آدميته. مط الدكتور إدمون شفتيه وهز كتفيه في لا مبالاة وهو يقول: العقار يمكن تطويره بحيث يتغلب على هذا العرض الجانبي التافه. هتف رمزي في استنكار: تافه؟ أوقفه الدكتور إدمون بإشارة من يدي ومنعه من الاستطراد في الحديث، وقال في هدوء: أنني لم أضع هذه السنوات العشر التي قضيتها بمعزل عن العالم هباء، فلقد أبثت ذلك المجتمع العلمي الذي سخر من أبحاثي، وعكفت على تطوير عقاري وتحسينه حتى وصلت به إلى درجة رائعة. إنني أستطيع منح القوة الآن والسيطرة على العقل في آن واحد، كما أنني نجحت في... وبتر عبارته فجأة وكأنما شعر بخطأ كشف كل أوراقه، وعاد يبتسم في خبث ويقول: ولكن العقار لا يصلح لأي إنسان. إنه قاطعه نور في هدوء: إن هذا العقار يا دكتور للأذكياء فقط. عقد الرجل حاجبيه وهو يحدق في وجه نور بدهشة، ثم سأله في انفعال: ماذا؟ كيف عرفت؟ مط نور شفتيه بدوره وقال في هدوء: كان من السهل استنتاج ذلك، لأنه عندما... وتوقفت الكلمات في حلق نور، ثم ابتسم في غموض وهو يستطرد: عندما فكرت في أن العقار يهبط بنسبة الذكاء كثيرا، وأنه يحتاج إلى شخص حد الذكاء حتى يمكن للعقار أن يمنحه القوة دون أن يصل بعقله إلى مرحلة البلاهة. ابتسم الدكتور إدمون ابتسامة تفيض بالخبث والغموض: هذا صحيح أيها الشاب، إن عقاري يحتاج إلى شخص حاد الذكاء، شخص مثلك. هتف رمزي في توتر: ماذا تعني يا دكتور؟ ابتسم الدكتور إدمون في دهاء وقال: أعني أن زميلك سيكون أفضل عينة أجريت عليها تجاربي، وبعد ساعة واحدة من الآن سينضم إلى أتباعي الخارقين. بدأ وجه نور باردا وهو يقول في هدوء: ومن قال أنني سأسمح لك بذلك؟ ابتسم الرجل في سخرية وقال: إنني لن أستأذنك بالطبع، فهناك 200 رجل خارق يمكنهم إجبارك على ذلك. أترك نور بوجهه أرضا وظل هكذا بضع لحظات قبل أن يقول في هدوء: وهل تناولت أنت أيضا عقار القوة هذا يا دكتور إدمون؟ بدا الأسف على وجه الرجل وهو يقول: كنت أتمنى ذلك يا فتى، ولكن قلبي المريض لن يحتمل ارتفاع نبضاته إلى 700 نبضة في الدقيقة الواحدة. عقد نور ساعديه أمام صدره وابتسم وهو يقول في ارتياح: وهل لدى رجالك الخارقين أمر بقتلك أنت إذا ما تعرضوهم للخطر؟ ارتفع حاجب إدمون في دهشة وهو يهتف في استنكار: كلا بالطبع. ثم عاد يعقد حاجبيه ويغمغم: ولكن ماذا تعني كل هذه الأسئلة؟ قفز نور نحوه فجأة وهو يهتف في حزم: يعني أنك ستكون وسيلتنا للنجاة من هنا أيها المغرور.
ولكن ذراع نور أحاطتها بالفراغ، الفراغ فقط. واختفى الدكتور إدمون أو تلاشى، في حين ارتفعت ضحكة ساخرة في أرجاء الحجرة الصغيرة، وهتف رمزي في ذهول: أين ذهب؟ هل أتاهما فجأة صوت الدكتور إدمون من الركن الآخر للحجرة وهو يقول في هدوء ساخر: ها أنا ذا أيها الفتيان. التفت إليه في حدة وتوتر، وتطلع إليه في دهشة وحيرة، فلوح بذراعه وهو يقول في سخرية: عقار القوة ليس اختراعي الوحيد. انقض نور عليه فجأة وكأنما لم يتعلم من المحاولة السابقة، واختفى العالم مرة أخرى، وارتج المكان بضحكته الساخرة الشامتة قبل أن يظهر في ركن ثالث وهو يقول: أنت لا تتعلم أبدا أيها الرائد. ابتسم نور وتألقت عيناه وهو يقول: بل لقد هاجمتك في المرة الثانية لأتعلم أيها المخادع. ثم عاد يعقد ساعديه أمام صدره ويلتفت إلى رمزي قائلا: يبدو أننا لم نلتقي بالدكتور إدمون أبدا يا عزيزي رمزي، فنحن نتحدث طوال الوقت إلى صورة هولوجرافية مجسمة. ساد الصمت لحظة ورمزي يحدق في الصورة الهولوجرافية بدهشة، ثم فتح الباب الجانبي للحجرة وظهر على عتبته الدكتور إدمون الحقيقي وحوله ثلاثة من أتباعه الخارقين. وتأمل نور ورمزي لحظة في اهتمام، ثم قال في هدوء: لقد نجحت في الاختبار الثاني أيها الرائد، وهذا يكفي لإخضاعك لعقاري الجديد، وأعتقد أن زميلك يصلح أيضا. تراجع نور ورمزي إلى الحائط في بطء وقال نور في صرامة: لن نستسلم أيها المجنون. عقد الدكتور إدمون حاجبيه في غضب وأشار إلى رجاله الثلاثة قائلا في حدة: أحضروهما إلى حجرتي. وإثر أمره تحرك الخارقون الثلاثة نحو نور ورمزي. تراجع نور ورمزي حتى التصقا بالحائط، والخارقون الثلاثة يتقدمون منهم في بطء. وغمغم رمزي: ألا تظن يا نور أنه من الحماقة مقاتلة هؤلاء الرجال السوبرمان؟ تمتم نور في حزم: بل من الحماقة أن نستسلم دون مقاومة يا رمزي. اكتست ملامح رمزي بالصلابة وهو يقول: أنت على حق يا نور. ثم هتف نور فجأة: الآن. وفي لحظة واحدة وتجاوب رائع، انطلق كل منهما في اتجاه مخالف للآخر، بحيث قفز نور إلى يسار الخارقين ورمزي إلى يمينهم، وانطلق يعدوان نحو الدكتور إدمون الذي تراجع في ذعر وهو يهتف: كلا كلا إن أتباعي. وقبل أن يتم عبارته كان نور قد طوق عنقه بذراعه ولوى ذراع العالم اليمنى خلف ظهره وهو يقول في قوة: استسلم أيها الوغد أم أحطم عنقك. صرخ الدكتور إدمون في جنون: محال أن أخسر كل شيء بسببكما، محال. شد نور من ضغط ذراعه على عنق العالم وهو يقول في صرامة: هل تفضل تحطيم عنقك إذن؟ كان الخارقون الثلاثة يتطلعون إلى ما يحدث في تردد، وقد اختلطت في أذهانهم أوامر إحضار نور ورمزي مع أوامرهم المسبقة بضرورة حماية الدكتور إدمون الذي كان يهتف في صوت غاضب مختنق: حطم عنقي إن أردت ولكنني لن أستسلم. وفجأة سمع نور شهقة مكتومة من رمزي خلفه، وأراد أن يستدير إليه في جزع وسرعة، ولكن كفين فولاذيتين أحاطتا بجانبي وجهه، وأمسكت قبضة حديدية بذراعه من خلف ظهره وحررت الدكتور إدمون. ثم رفع أحد الخارقين نور من رأسه وضغط جانبي جمجمته في قوة، وشهق نور في ألم ثم غاب عن الوعي. كانت ردهة فسيحة تلك التي قابلت عيني نور حينما استعاد وعيه، ردهة مضاءة بأضواء هادئة تبعث على الارتياح وتمتلئ جدرانها بأحدث أجهزة القياس والتحاليل، ووسطها امتدت مائدتان قيد نور على إحداهما واستلقى رمزي على الأخرى. وإلى جوار مائدة نور وقف الدكتور إدمون ممسكا
بمحقن من البلاستيك الشفاف يمتلئ بمادة غريبة لها لون فسفوري لامع، وإلى جواره وقف اثنان من أتباعه الخارقين. ولدهشة نور كان أحدهما المهندس طارق، وانحنى الدكتور إدمون نحو نور وابتسم في شماتة وهو يقول: يا أنت ذا، قد استعدت وعيك أخيرا أيها المقاتل، كيف حالك؟ قلب نور شفتيه في سخرية وقال: هل تتصور أنني سوف أجيبك بأنني في خير حال؟ ابتسم الدكتور إدمون وقال: إنك لم تتوقع هجوما من الخلف، أليس كذلك؟ أجابها نور في برود: بلى، لأن هذا من شيم الخونة. ضحك الدكتور إدمون في سخرية وقال: لا تحاول مدارات هزيمتك، إنك حتى لن تشعر بها بعد. أن أحقن عقار القوة في عروقك. ثم رفع المحقن الممتلئ بالمادة الفسفورية الخضراء أمام عيني نور وهو يستطرد في فخر: 5 سنتيمترات مكعبة من هذا العقار في عروقك، ستضمن ولاءك لي لمدة 3 أيام على الأقل، وبعدها ستحتاج إلى 1 سنتيمتر ليجعلك تركع عند قدمي لعشرة أيام كاملة، وبعد 0.5 سنتيمتر سوف أمتلك إرادتك إلى الأبد. إنه تأثير متضاعف تجميعي كما يحدث لمدمن المخدرات يا فتى. اقترب بإبرة المحقن من الوريد العضدي لنور وهو يقول: ستشعر ببعض الآلام في البداية حينما تتسلل المادة إلى خلاياك عبر عروقك، وسيبدو لك وكأن جسدك يحترق وسيتضاعف نبض قلبك جدا، ولكن كل شيء سيعتدل بعد 1/2 ساعة فقط، وستصبح ملكا لي. وانحنى نحو نور وهو يستطرد في شماتة: وداعا لإرادتك أيها الرائد، ومرحبا بك في جيش الخارقين. كانت قيود نور متينة لا تسمح له بالتحرك، وكانت سن إبرة المحقن تقترب من جسده في هدوء وثقة، وبدأ وكأن النهاية قادمة لا محالة. وفجأة تذكر نور أمر غاب عن ذهنه لحظات، وفجأة أيضا صاح في لهجة آمرة: حطم المحقن، حطمه! واتسعت عين الدكتور إدمون في دهشة، وقبل أن يفهم ما يقصده نور انقض طارق على المحقن الذي يمتلئ بالمادة الفسفورية وضربه براحته في قوة، فطار المحقن وارتطم بالحائط وتناصرت أجزاؤه وسالت المادة الفسفورية على الأرض. ثم عاد طارق يقف هادئا وكأنه لم يفعل شيئا، في حين صرخ الدكتور إدمون في غضب ساخطا: ما هذا؟ ماذا فعلت أيها الأحمق؟ ابتسم نور وقال في سخرية: هذا أحد العيوب في عقارك أيها العالم الأحمق، فأتباعك يطيعون كل الأوامر الصادرة إليهم ما دامت لا تتعارض مع أوامر سابقة أو مع ضرورة حمايتك. ولقد حطم طارق المحقن دون أن يمسك بسوء، مطيعا أوامري. عقد الدكتور إدمون حجبيه في دهشة: طارق، إذن فأنت تعرفه؟ لقد كنت أتساءل كيف وصلتما إلى هنا، وكيف عرفتما بأمر رجالي الخارقين، وأعتقد أن معرفتك بطارق تجيب عن كل هذه التساؤلات. ثم اعتدل وعقد كفيه خلف ظهره وهو يقول: شكرا لكشف أوراقك أيها الرائد، إن محاولتك لم تصفر إلا عن إضاعة بعض الوقت فحسب، فالمصل يمكن إحضار غيره ولن تنتصر أبدا. والتفت إلى طارق وزميليه الخارقين وقال في لهجة آمرة صارمة: سأتغيب ال10 دقائق فحسب، احرصا على ألا يفلت هذا الرجل منكما أبدا. لم يكد الدكتور إدمون يغادر الحجرة حتى التفت نور إلى طارق وقال في لهجة آمرة: أطلق سراح زميلي. تحرك طارق في هدوء إلى حيث يركض رمزي وحل وثاقه، ثم وقف ينتظر أوامره. فقال نور: ساعده على استعادة وعيه. أخذ طارق يربط على وجنتي نور في رفق حتى فتح عينيه
وتطلع إليه في ذهول وهو يهتف: يا إلهي، ماذا يحدث هنا؟ أتاه صوت نور في لهفة وهو يقول: أسرع يا رمزي، أسرع، هيا قم وحل قيودي. تلفت رمزي حوله في مزيج من الدهشة والحيرة، ثم قفز إلى حيث يركض نور وأخذ يحل وثاقه في عجلة وهو يسأله: ماذا يحدث؟ بالله عليك يا نور. ابتسم نور وهو يقول: هذا الوغد أمر رجليه بعدما السمح لي بالإفلات، ولكنه لم يوجه إليهما أي أوامر بشأنك، لذا فقد أمرت طارق بإطلاق سراحك ما دام هذا لا يتعارض مع أوامر إدمون له، وبعدها جعلتك تحل قيودي. وقاطعه رمزي في توتر: ولكنهما لن يسمح لك بالنهوض من المائدة بحسب الأوامر الصادرة إليهما يا نور. ابتسم نور وهو يتحسس معصميه بعد أن حل رمزي قيوده وقال في هدوء: لا تقلق يا صديقي، سأشغلهما بمهمة معقدة. ثم صح في لهجة آمرة: فليقاتل كل منكما الآخر. التفت الخارقان إلى بعضهما البعض ثم التحما فجأة في قتال عنيف، فقفز نور من فوق المائدة وهتف: هيا رمزي، سنحاول الابتعاد عن هنا بقدر الإمكان. وانطلق إلى خارج الحجرة وأخذ يعدوان في ممر طويل تمتد منه عشرات الممرات فيما يشبه شبكة العنكبوت. مضت 10 دقائق وهما يعدوان من ممر إلى آخر داخل تلك الشبكة المعقدة قبل أن يتوقف رمزي ويلوح بيده وهو يلهث قائلا: يخيل إلي أننا ندور في حلقة مفرغة يا نور، فكل الممرات والطرقات تبدو متشابهة. عقد نور حجابيه وهو يقول: لا ريب أنه يوجد مخرج ما يا رمزي. صح رمزي في حنق: لكن أين؟ عقد نور حجابيه وهو يقول: لابد أن نحاول البحث يا رمزي. وفجأة ارتفع صوت إدمون مليئا بالغضب عبر مكبرات الصوت المنتشرة في كل مكان وهو يقول في صرامة: إلى جميع الخارقين، منذ هذه اللحظة لن تطيعوا إلا صوتي وأوامري. كرر: لن تطيعوا إلا صوتي وأوامري. هناك عدوان داخل المنطقة رقم 7 في شبكة الأمن، أريد منكم أن تطبقوا عليهما وتمزقوهما إربا. أكرر: مزقوهما إربا. هتف رمزي في توتر: يا إلهي، لقد قرر القضاء علينا يا نور. عليه أن يوقع بنا أولا يا رمزي، هيا سنتخذ هذا الطريق. انطلق يعدوان عبر ذلك الممر دون أن يتخذ هدفا حتى هتف رمزي: لا أمل، لا أمل يا نور. ولكن نور أشار فجأة إلى حجرة جانبية تبدو من بعيد وصاح: بل هناك أمل يا رمزي، هيا. واستمر في عدوه ورمزي يلحق به حتى وصل إلى الحجرة، فغمغم رمزي وهو يلهث في شدة: هل كنت تعني هذا الباب بالأمل الذي أشرت إليه؟ أجابه نور: نعم يا رمزي. زفر رمزي وهو يقول: وما أدراك ما سنجده خلف هذا الباب؟ ألا يحتمل أن يكون ما خلفه أكثر خطورة مما نتعرض له؟ ارتفع في هذه اللحظة صوت أقدام الخارقين وهي تقترب في سرعة، فدفع نور باب الحجرة وهو يقول في حزم: ربما يا رمزي، ولكن لم يعد أمامنا مجال للاختيار. وفي سرعة وحسب قفز كلاهما إلى الحجرة وأغلق بابها خلفهما في إحكام. وقف نور ورمزي لحظة يتطلعان في دهشة إلى محتويات الحجرة التي سجن نفسيهما فيها باختيارهما فرارا من مطاردة الخارقين، ثم قال نور: إنها الآلات الخاصة بتوليد الكهرباء. أشار رمزي بيده إلى مكان ما قبل أن يغمغم في توتر وهو يقول: انظر يا نور، لا توجد هنا إلا فتحة واحدة للتهوية، وسيطبق علينا الخارقون بعد لحظات وستكون نهايتنا في حجرة توليد الكهرباء. تألقت عين نور فجأة وأمسك ذراع رمزي في قوة وهو يقول: الكهرباء؟ نعم يا رمزي، إنها الأمل الوحيد. سأله رمزي في توتر:
ماذا تعني يا نور؟ هتف نور في انفعال. هل تذكر ما تفعله الكهرباء يا رمزي؟ إنها ترفع عدد ضربات القلب في شدة حتى أنها قد تؤدي إلى توقف القلب مع السرعة الخارقة التي تهتز بها جدرانه حينما تبلغ سرعة نبضاته ما يقرب من 1000 نبضة في الدقيقة الواحدة. تسعت عين رمزي وهو يغمغم. هل تعني أنك؟ قاطعه نور في حماس. نعم يا رمزي، إن قلوب هؤلاء الخارقين تنبض بسرعة 700 دقة في الدقيقة الواحدة، ما بالك لو أصابها تيار كهربائي. ثم ابتسم في غموض وهو يقول ثم إن التيار الكهربائي يرفع إفراز الغدة فوق الكلوية لمادة الأدرينالين. عقد رمزي حاجبيه وهو يسأله في حيرة. وماذا يعني هذا؟ ازدادت ابتسامة نور غموضا وهو يقول يعني أن المعركة ستتخذ اتجاها مخالفا يا رمزي، ستصبح معركة الذكاء ضد القوة، ولنرى من منهما سوف ينتصر. لم يحتمل باب حجر توليد الكهرباء أكثر من ضربتين من ضربات الخارقين ثم سقط محطما، على الرغم من أنه مصنوع من الفولاذ بسمك 3 سنتيمترات. واندفع الخارقون داخل الحجرة وهم يزمجرون في شراسة، ولكن الحجرة بدت خالية تماما فدارت عيونهم داخلها في حيرة، ثم تركزت أبصارهم على الغطاء الشبكي المعدني لممرات التهوية، فاندفعوا نحوه وأمسكه أحدهم وانتزعه في قوة، ثم ارتجف جسده في قوة وأطلق صرخة عالية انتقلت للمحيطين به بسبب تلاصقهم واندفاعهم الذي جعل التيار الكهربائي القوي يسري في أجسادهم أيضا، في الوقت الذي كان نور ورمزي فيه يزحفان داخل ممر التهوية. والأخير يقول من حسن الحظ أن الممر نفسه مصنوع من الخشب، وإلا صار التيار الكهربائي الذي أوصلناه بغطاء فتحة التهوية في أجسادنا. إنه توفيق من الله سبحانه وتعالى، وأرجو أن يستمر توفيقه لنا يا رمزي حتى يتم الجزء الثاني من الخطة بنجاح. تنهد رمزي وقال المهم أن ننجح في الوصول إلى معمل ذلك المجنون. سنصل إليه يا رمزي، سنصل إليه بإذن الله. وفي نفس اللحظة كان الدكتور إدمون يكاد يشيط غضبا وهو يضرب الأرض بقدميه في غيظ كما يفعل الأطفال ويصرخ في جنون. لقد اختفوا، اختفوا بعد أن هزموا 30 من أتباعي، لن أغفر لهم ذلك أبدا. ثم أسرع إلى شاشة كمبيوتر فأضاءها وتطلع إليها في اهتمام قبل أن يشير إلى نقطتين مضيئتين تتحركان عبر الشاشة في بطء ويقول في قسوة إذن فقد اخترتما ممرات التهوية للتسلل عبر طرقات مخبئي، يا لكما من ساذجين. وضغط زرا صغيرا إلى جواره وهو يستطرد في شراسة، فلتكن نهايتكما في المكان الذي اخترتماه إذن. وصل نور ورمزي زحفهما داخل الممرات الضيقة إلى أن غمغم رمزي إنني أكاد أختنق، أية ممرات تهوية هذه التي تخلو من الهواء على هذا النحو؟ عقد نور حاجبيه وهو يقول أنت على حق يا رمزي، فالهواء يبدو لي فاسدا. وفجأة بطر نور عبارته وأشار إلى نقطة داخل الممر وهو يقول يا إلهي، يبدو أن مخبأنا قد انكشف في سرعة يا رمزي، فكل فتحات ممرات التهوية مسدودة. ارتجف جسد رمزي وهو يغمغم في توتر، ولكن لماذا؟ ازداد انعقاد حجبي نور وهو يتمتم في قلق ربما يريد هذا الوغد أن يخنقنا بنقص الأكسجين أو. وفجأة تناهى إلى مسامعهما صوت يشبه أمواج البحر واتسعت عيونهما في ذعر، وهتف رمزي يا إلهي، إنه سيغرقنا داخل الممرات الضيقة المغلقة، سيغرقنا كما يفعلون بالفئران يا نور. ولم يكد يتم عبارته حتى غمرتهما مياه مالحة داخل الممرات الضيقة. غمرت المياه نور ورمزي في سرعة، وقبل أن يتخذ أيهما حيطته
أو يدخر في رئتيه بعض الهواء دفعتهما المياه عبر ممرات التهوية وجعلتهما يرتطمان بجدرانها في قوة، وشعر رمزي بصدره يكاد ينفجر وبكف نور تقبض على كفه في قوة، وكأنه يخشى أن تباعد المياه المندفعة بينهما. أما نور فقد كان يحاول إيقاف اندفاعهما في إصرار خوفا مما قد يجرفهما إليه الطيار. وأخيرا نجح نور في التشبث بقطعة معدنية وارتطم به جسد رمزي في قوة، وخيل لنور أن رئتيه ستنفجران كبالون مطاطي رقيق وسط المياه التي تغمره والتوتر العصبي الذي يمر به، ولكنه قاوم هذا الشعور واستند بظهره إلى جدار الممر وأخذ يدفع غطاء فتحة التهوية المغلقة المقابلة له بقدميه. ولم يلبث رمزي أن انضم إليه وأخذ كلاهما يضرب غطاء الفتحة المغلقة بقدميه حتى انكسر الغطاء وهوى، وتحطم غطاء فتحة التهوية. اندفعت المياه خارج الممرات الضيقة إلى الحجرات الواسعة التي تطل عليها الفتحة، وملأ نور ورمزي صدريهما بالهواء في لهفة قبل أن يهتف رمزي: يا إلهي، لم أصدق أبدا أننا سننجو. أجابه نور في صوت لهس: إننا لم ننجو بعد يا رمزي. ثم أسرع يتسلل عبر فتحة التهوية إلى داخل الحجرة التي بدت كمعمل كيميائي صغير، وتبعه رمزي. ووقف كلاهما يتطلع إلى المكان لحظة، ثم قال نور: يبدو أن هذا هو المكان الذي يعض فيه ذلك الوغد عقاره. جاء من خلفهما صوت الدكتور إدمون يقول في هدوء: هذا صحيح يا فتى، هنا أصنع عقار القوة. يبدو أن كثرة المفاجآت تفقدها قيمتها، أو أن التعرض باستمرار للخطر يفقد المرء شعوره بالخوف، فلا يعود يبالي بأي مخاطر أو مفاجآت. فقد استدار نور ورمزي في هدوء إلى حيث يقف الدكتور إدمون محاطا بخمسة من الرجال الخارقين، وقال رمزي في بساطة عجيبة: هنا إذن تبدأ رحلة السيطرة على العالم. ابتسم الدكتور إدمون وقال وهو يومئ برأسه في هدوء: هذا صحيح يا فتى، هنا أبدأ أعظم اختراع في التاريخ. مط نور شفتيه وقال: ولكن عقارك لم يكتمل بعد يا دكتور إدمون، فرجالك الخارقون يستعيدون آدميتهم إذا ما تعرض أيهم لخطر حقيقي. عقد الرجل حجبيه في غضب وهو يقول في حدة: ومن أدراك بذلك؟ تجاهل نور العبارة الغاضبة وقال وكأنه يواصل حديثه: وخاصة إذا ما تسبب الشعور بهذا الخطر في إفراز الغدة فوق الكلوية لمادة الأدرينالين. اتسعت عين الرجل وسقطت فكه السفلى في ذهول وهو يهتف: كيف عرفت هذا بحق الشيطان؟ هز نور كتفيه وقال: حينما قابلت طارق لأول مرة تصرف بسرعة استجابة مذهلة لإنقاذ ابنتي من حادث كاد أن يودي بحياتها، ونظرا لأنه كان تحت تأثير عقارك في هذه اللحظة، ولما كان هذا يجعل استجابته ضعيفة ما لم يتلقى أمرا مباشرا بذلك، فقد قدرت أن الأدرينالين الذي أفرزته غدتي فوق الكلوية حينما شاهد الخطر المحدق بابنتي هو الذي انتزعه من سيطرتك وأعاد إليه بعض آدميته، حتى عدت أنت تسيطر عليه مرة أخرى حينما هبطت نسبة الأدرينالين في دمه إلى النسبة الطبيعية. عض العالم شفتيه في قوة: أنت ذكي، ذكي بحق، ولكن مشكلة الأدرينالين هذه يمكن حلها إذا ما حقنت متعاطي العقار بمادة مضادة له. ثم اكتنفته ثورة مفاجئة وهو يهتف: كل شيء يمكن معالجته، ولا شيء سيقف في سبيل سيطرتي على العالم، أفهمت؟ وانعقد حاجباه في شدة عجيبة، وتقلصت عضلات وجهه في شكل أقرب إلى الجنون، وهو يضم قبضته ويهتف في غضب: هل تعلمان لماذا قضيت عمري كله بحثا عن عقار القوة؟ كان يتوقع فضولهما وتساؤلهما، ولكن الدهشة غمرت وجهه كما غمرت وجه نور
حينما أجاب رمزي في هدوء: لأن رفاقك كانوا يسخرون من ضآلتك وضعفك في طفولتك. ارتعشت شفة الرجل وحاول أن يبتسم في سخرية، ولكن ابتسامته سقطت من شفتيه وهو يغمغم في صوت مضطرب: أي هراء إن هذا الذي تقوله. ولكن رمز استطرد في هدوء وثقة: منذ طفولتك وأنت تشعر بالضعف والضآلة وسخرية رفاقك من صغر حجمك، وهذا جعل الأمر يتحول عندك إلى عقدة نفسية، فأخذت تبحث عن التفوق والقوة. وحينما ركزت أبحاثك في البحث عن عقار القوة، كنت تتمنى أن تكون أول من يتناوله حتى تثبت للجميع أن جسدك الضئيل يحمل قوة سوبرمان، فلا يعود أحد يسخر من ضآلتك أبدا. ولكن نتائج العقار جاءت مخيبة للرجاء بالنسبة للقوة العقلية، ولم يكن من السهل عليك أن تضحي بعقلك في مقابل قوة جسمانية، ولكنك قررت أن تعرض عقارك على العالم أجمع في محاولة لنيل احترام الجميع واعترافهم بتفوقك. ولكن ما حدث جاء عكسيا، فسخر الجميع من اختراعك، وهنا قررت إخضاع العالم كله لسيطرتك. ومن هذه اللحظة تفجرت عقدتك النفسية وتحولت إلى الجنون، جنون القوة. غرورقت عين العجوز بالدموع وغمغم في صرامة: كيف عرفت كل ذلك؟ تنهد رمزي وهو يقول: إنها مهنتي، أنا خبير في الطب النفسي. ظهر الغضب على وجه الدكتور إدمون وقال له في حدة: لن أسمح لكما بالحياة دقيقة واحدة بعدما عرفتماه عني، ولن أغفر لك وصفي بالجنون أيها الطبيب النفسي والأحمق. ثم أشار إلى الخارقين الخمسة في حزم: اقتلوهم يا رجال. لم يكد الدكتور إدمون يلقي أمره الوحشي حتى تراجع الخارقون الخمسة الذين تقدموا نحو نور ورمزي في تحفز وشراسة. وتراجع نور ورمزي في حذر وهتف رمزي: إنك تفقد فرصتك الوحيدة لشفاء يا دكتور إدمون، صدقني إنك تحتاج إلى علاج نفسي عاجل. أمسك نور ذراعه في قوة وهو يقول: لا تحاول يا رمزي، لقد وصل هذا الرجل إلى مرحلة من الجنون لا يصلح معها العلاج. ثم التقط مقبضا معدنيا وقال: سأحطم أجهزة التقطير والخلط قبل أن يقتلنا هؤلاء الخارقون. صح الدكتور إدمون في جزع: كلا لا تحطموها، كلا. توقف الخارقون بغتة وقد خيل إليهم أن الأمر موجه لهم، وصاح نور في ظفر: هل رأيت كم يسهل خداعك أيها المغرور؟ لقد أجبرتك على إيقاف رجالك الخارقين مستخدما صوتك أنت، أنت الذي أمرتهم ألا يطيعوا غيره. تفكر الغضب في وجه إدمون وهو يصرخ: يا لك من مخادع، يا لك من مناور. وهدر صوته كالإعصار وهو يهتف: اقتلوهم يا رجال، اقتلوهم. وفي حركة سريعة قوية حاسمة ألقى نور المقبض المعدني نحو أجهزة التقطير الزجاجية وهو يهتف: فليشمل الدمار إذن كل شيء. وفي نفس اللحظة انقض عليه الخارقون الخمسة وعلى رمزي. ترى ما هي فرصة نجاة رجلين عاديين من خمسة رجال لهم قوة سوبرمان؟ إنها تقريبا صفر، ولقد كان نور ورمزي يعلمان ذلك. ولكن هذا لم يوقفهما، لقد انطلق لتنفيذ هدف مشترك لم ينطق أحدهما به ولم يتفق عليه من قبل، ولكنه جال بخاطريهما في آن واحد. انطلق لتدمير معمل إنتاج عقار القوة. وصرخ الدكتور إدمون في فزع وهو يرى ثمرة كفاحه تنهار أمامه: كلا لا تفعلان ذلك. ثم انتبه إلى خطأ عبارته حينما عاد رجاله الخمسة يترددون مرة أخرى، فعاد يصيح: كلا بل اقتلوهم، مزقوهم. وأطلق ضحكة جنونية عجيبة قبل أن يهتف: دمروا كل شيء. واختلطت ضحكته الجنونية بالصرخات الوحشية التي انطلقت من حناجر الخارقين الخمسة وهم يهاجمون نور ورمزي. ورفع أحدهما رمزي في قوة فطار جسده عاليا وسقط فوق بعض الأواني الزجاجية وحطمها في صوت مسموع. أما نور فقد قفز فوق ذراع أحدهم وتفادى
في رشاقة ضربة ساحقة من كف الآخر كانت تكفي لتحطيم ضلوعه إذا ما أصابته، ثم انزلق تحت ذراع الثالث وقفز على الدكتور إدمون وصنع من جسده درعا يحول بينه وبين ضربات الخارقين. في نفس اللحظة التي رفع فيها أحد الخارقين رمزي بذراعه واستعد لتحطيم جمجمته بلكمة خارقة، فصاح نور وهو يضغط عنق الدكتور إدمون في قوة: أمرهم بترك زميلي وإلا اعتصرت عنقك. هيا، صاح الدكتور إدمون وهو يشعر بألم ذراع نور حول عنقه. اتركوه. ترك الخارق رمزي فجأة فسقط على ظهره ونهض في صعوبة وألم وتحامل على نفسه في عسر حتى وصل إلى نور وهو يغمغم: يا إلهي، لقد تصورت أنها النهاية يا نور. صاح نور وهو يواصل ضغطه على عنق الدكتور إدمون: اطمئن يا رمزي، إنهم لن يهاجمونا ما دمنا نحتمي بجسد هذا المجنون. صرخ الدكتور إدمون في جنون: لا تصفني بالجنون، لا تقول هذا. جذبه نور في قوة إلى باب المعمل وتبعه رمزي في توتر، في حين وقف الخارقون الخمسة يتطلعون إلى الموقف في حيرة، حتى صرخ الدكتور إدمون: لن أترككما طفلتان حتى وإن دفعت حياتي ثمنا لذلك. وفجأة دفعه نور نحو رجاله الخمسة ثم قفز خارج المعمل جاذبا رمزي وصاح وهو يعدو مبتعدا: أسرع يا رمزي، لن يحتمل باب المعمل ضربة واحدة من هؤلاء الخارقين، أسرع قبل أن يلحق الموت بنا مرة أخرى. صاح رمزي وهو يعدو إلى جوار نور: هل سنظل نعدو هكذا إلى الأبد يا نور؟ تطلع نور إلى ساعته: لو صار البرنامج الذي غذيت به الكمبيوتر المسؤول عن توليد الكهرباء هنا على ما يرام، فستسري في جدران هذا المخبأ وأرضياته بعد 5 دقائق شحنة كهربائية تكفي لإطلاق مادة الأدرينالين من الغدة فوق الكلوية لهؤلاء الخارقين، ولو أن استنتاجي صحيح فسيعيد هذا إليهم وعيهم لبعض الوقت ولن يصبحوا مجرد آلات يحركها هذا المجنون. سأله رمزي: وماذا سيفعل بنا هذا التيار الكهربائي يا نور؟ مط نور شفتيه وهو يقول: إنه لن يكفي لقتلنا، ولكنه قد يفقدنا الوعي. أو وصل إلى مسامعهما في هذه اللحظة صوت تحطم باب المعمل وصوت أقدام الخارقين الخمسة وهم يعدون نحوهم، وصاح نور: اجري بكل ما تملك من قوة يا رمزي. هتف رمزي في بأس: إنني أفعل ذلك بالفعل يا نور، ولكن سرعتي لن تبلغ أبدا 100 كيلومتر في الساعة. وفجأة برز أمامهما 6 من الخارقين، وما أن توقف حتى لحق بهم الخارقون الخمسة من الجانب الآخر للممر، ولم يعد هناك منفذ واحد للنجاة. فغمغم رمزي في استسلام: لقد انتهى الأمر، وداعا يا نور، وداعا يا صديقي. وقف الدكتور إدمون مصدوما يتطلع إلى معمله الذي حاق به الخراب، ثم ركع على ركبتيه أمام بقايا السائل الفسفوري المراق على أرضية المعمل ودفن وجهه بين كفيه وهو يبكي مغمغما: لقد ضاع كل شيء، ضاع كل شيء، إن إعداد عقار القوة يحتاج إلى عام كامل من التعب والجهد، وسأفقد سيطرتي على أتباعي بعد أسبوع واحد. لقد ضاع كل شيء. وبينما كان يبكي وينتحب ارتفع صوت الكمبيوتر الناطق يقول: تحذير، خلل في برنامج توليد الكهرباء، تحذير، لابد من تعديل البرنامج، ستسري شحنة كهربائية في الجدران، تحذير، ستنفجر كل الأجهزة. استمع الدكتور إدمون إلى الصوت المعدني لكمبيوتر الأمن في شرود وغمغم: لابد من إيقاف توليد الكهرباء وإلا انفجر المكان كله. ثم ازداد شروده وهو يغمغم: نعم، سينفجر المكان كله. وعاد صوت الكمبيوتر المعدني يتردد في المكان: سينفجر كل شيء، تحذير، سينفجر كل شيء. احنا الدكتور إدمون رأسه وغمغم في إحباط هائل: ستنفجر، نتائج 40 عاما من العمل والدراسة، سيمحق الدمار كل شيء. وتحولت لهجته الخافتة المنكسرة إلى ضحكة جنونية ارتج لها المكان كله، والتمعت عيناه ببريق مخيف وهو يصرخ: نعم، سيحيق الدمار بكل شيء، بكل شيء،
واختلطت ضحكته الجنونية بصوت التيار الكهربائي وهو يسري في الجدران، ثم انفجر المخبأ كله في دوي ارتج له جبل موسى من قمته حتى قاعدته. كان الخارقون ينقضون على نور ورمزي حينما دوي الانفجار وتمزقت جدران المخبأ كما لو كانت من ورق، وهوى سقفه في صوت هادر وأطبق الظلام على كل شيء، وشعر نور بثقل هائل على جسده، وسقط رمزي على وجهه. وراودت نور فكرة واحدة: سلوى ونشوى زوجته وابنته، لقد أنقذهما، أنقذهما من مجنون آخر أراد السيطرة على العالم، أنقذهما من العيش في عالم بلا عقول. وتضاءلت الفكرة وانكمشت مع أنفاسه اللاهسة وأظلمت، ثم انتهى كل شيء. ارتج جبل موسى بالانفجار القوي الذي انتقلت أصداؤه إلى نقطة المراقبة من سانت كاترين، فقفز قائد نقطة المراقبة من خلف مكتبه وهو يهتف في جزع: يا إلهي، ماذا حدث؟ هل اندلعت حرب جديدة؟ ثم ضغط على أحد الأزرار الموضوع على مكتبه وصح في جهاز التلفزيون: ماذا حدث بالله عليك؟ برزت على شاشة التلفزيون صورة رئيس جهاز المراقبة الإلكترونية الذي بدا شديد الاضطراب وهو يقول: تشير أجهزتنا إلى حدوث انفجار هائل في قلب جبل موسى يا سيدي. هتف قائد نقطة المراقبة في دهشة: في قلب جبل موسى؟ كيف ولماذا؟ عقد الرجل حاجبيه واستدرج في حزم: فلتنطلق دورية خاصة إلى هناك لبحث الأمر. سأصحب الدورية إلى هناك. اللعنة، طوال 10 أعوام من العمل هنا، هذه أول مرة أواجه فيها أمرا هكذا. ولقد كان قائد نقطة المراقبة استحق وساما نظرا للسرعة الفائقة التي تم فيها إعداد الدورية وانطلاقها إلى منطقة الانفجار. وحينما استقرت عند سفح جبل موسى هتف القائد في دهشة: عجبا، كل شيء يبدو على ما يرام، أين هذا الانفجار اللعين؟ غمغم رئيس المراقبة الإلكترونية وهو يدور بعينيه في المكان بحيرة: لابد أنه حدث داخل الجبل، فقد كانت الموجة الارتجاجية صادرة من هنا. عقد القائد حاجبيه وهو يقول: ألا يحتمل أنه زلزال عادي؟ هز رئيس المراقبة رأسه في حيرة وقال: مستحيل، فالزلزال يعطي موجة اهتزازية متجانسة، أما الانفجار فيعطي موجة تضاغط مفاجئة. وهل أنت واثق من نتائجكم؟ هتف رئيس المراقبة في استنكار: كل الثقة يا سيدي القائد. ليس أمامنا إذن إلا قرار واحد، سننقب كل شبر في جبل موسى. تلفت أحد رجال الدورية حوله في ملل وغمغم في ضيق: برهن أن هؤلاء الحمقى في قسم المراقبة الإلكترونية قد أساءوا تفسير الإشارة، فلا يوجد أدنى أثر لأي انفجار. هز زميله كتفيه في لا مبالاة: وما شأننا بذلك؟ دعنا نعمل طبقا للأوامر فحسب. قلب الأول شفتيه ولوح بمسدسه الليزري وهو يقول: الأوامر، الأوامر، دائما الأوامر، ولو كانوا هم الذين... بطر الرجل عبارته فجأة وتدلت فكه السفلى في ذهول، حتى أن زميله عقد حجبيه في قلق وهو يسأله: ماذا أصابك أيها الرجل؟ ارتجفت أصابع الرجل وهو يشير إلى نقطة ما وسط الصخور وعجز لسانه عن النطق، فاكتفى بإيماء عصبية من سبابته جعلت زميله يلتفت إلى حيث يشير، ولم يلبس أن حدق فيما يشير إليه زميله في ذهول لا يقل عن ذهول الأول، وغمغم في ذعر: أصابنا الجنون أم أن الظلام يصنع أوهاما؟ كان من حقهما أن يصاب بالذهول حتى الأعماق، فقد رأى كلاهما رجلا يبرز من بين الصخور وهو يحمل بذراعيه جلمودا من الصخر يحتاج إلى 10 رجال على الأقل لزحزحته شبرا واحدا. ووصل ذهولهما ورعبهما إلى ذروتهما حينما ألقى الرجل جلمود الصخر جانبا في بساطة وكأنه يلقي حجرا صغيرا، ثم انحنى يلتقط صخرة أخرى تفوق الأولى حجما. تصم الرجال الدورية في ذهول والتقط أحدهما جهاز اللاسلك الخاص به وغمغم في صوت متحشرك مختنق: هنا الفرقة 5، لقد عصرنا على... تردد الرجل لحظة فهتف به القائد عبر جهاز اللاسلكي: على ماذا عثرتم؟
أجب عليك اللعنة. حاول الرجل البحث عن جواب مناسب، ولكن الجواب الذي عثر عليه غاص في حلقه حينما التفت إليه وإلى زميله ذلك الرجل الخارق وهتف في استنجاد: ألموا لمساعدتنا، أحضر هليكوبتر إسعاف. غمغم الرجل في ذهول: مساعدتكم، هناك كثيرون ممن هم على شكلتك وقوتك. هتف الرجل في ضجر: هناك حوالي 50، ولكننا نستطيع شق طريقنا بأنفسنا. المهم أن تسرعوا بإنقاذ الشابين، وإلا لقي حتفهما. ثم صاح في غضب: أسرع بالله عليكما. انطلق رجل الدورية يعدوان بأقصى سرعة، وأحدهما يهتف في زار: 50، يا إلهي، إنها نهاية العالم ولا شك. ارتسم ابتسامة عريضة على وجه المهندس طارق وهو يعبر بوابة حديقة منزل نور، وضحك في مرح وهو يقول: كيف حالكم أيها الأبطال؟ ابتسم نور وهو يقول: كما ترى الفريق كله أصبح من ذوي العهاد. ضحكت سلوى وهي تغمغم: في معدي أنا، لقد شفيت منذ يومين كاملين. جلس المهندس طارق وسط أعضاء الفريق وهو يقول: فلنحمد الله يا سيدتي، لقد نجا الفريق بأعجوبة هذه المرة. ثم اعتدل وضم كفيه أمام وجهه ويستطرد: لقد شاء الله سبحانه وتعالى أن تكون أجساد الخارقين هي السبب في نجاة نور ورمزي ونجاتنا جميعا، فلقد كنا نحيط بهما ونحن نهم بتمزيقهما إربا حينما انفجر المخبأ وحمت أجسادنا المنيعة، أقصد التي كانت منيعة جسديهما من الانفجار والصخورة المتطايرة، وحتى حينما انهار السقف حملته أجسادنا عنهما، ولولا سقوطنا فوقهما وأطنان التراب والغبار التي نجمت على الانهيار ما خرجنا سالمين دون أن يمسهما جرح واحد. ولقد كان من السهل علينا بعد تحررنا من سيطرة إدمون أن نرفع أطنان الصخور ونشق طريقنا إلى الخارج، ولقد شاء المولى عز وجل أن نجد دورية البحث التي أسرعت تحضر هليكوبتر الإسعاف، وتم نقل نور ورمزي إلى مستشفى سانت كاترين حيث أمكن إنقاذهم بأعجوبة. أومأ نور برأسه وغمغم: هذا عجيب، الأجساد التي صنعها دكتور إدمون للتدمير كانت السبب الرئيسي في نجاتنا. غمغم رمزي في إشفاق: لقد كان رجلا مسكينا أعمى الحقد قلبه وأفقده عقله وصوابه. ضحك محمود وقال: وتسبب في تحطيم ضلوعه وضلوعك يا رمزي. ابتسم نور وقال: كان من الممكن أن يحدث ما هو أسوأ لو أنه نجح فيما كان يخطط له يا محمود. قال المهندس طارق في حيرة: ولكن كيف نجح في السيطرة علينا؟ إنني لا أذكر أبدا أنني قابلته من قبل. مط نور شفتيه وقال: سيبقى هذا لغزا يا سيد طارق، وسيبقى سر إضافتك لتلك المعادلة العجيبة التي قادتنا إلى مكان اللقاء غامضا أيضا. استرخى المهندس طارق في مقعده وغمغم: كم أطوق لمعرفته. ساد الصمت لحظات، ثم سأله رمزي: قل لي يا سيد طارق، هل تأسف على فقدانك هذه القوة الخارقة؟ ابتسم طارق وهو يشرد ببصره لحظات، ثم أجاب: الشعور بالقوة أمر ممتع يا دكتور رمزي، ولكن القوة بدون عقل هي الضعف كله. انحنى إلى الأمام مستطردا: لقد نجحت أنت ونور بعقليكما في هزيمة كل الخارقين، ونجح فريقكما كله في هزيمة عشرات الألغاز العلمية الخارقة. صدقني، أنتم الخارقون الحقيقيون. تمت بحمد الله، وإلى اللقاء مع عدد آخر من سلسلة روايات ملف المستقبل. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.